يعاني منه الرجل والمرأة، الكبير والصغير ممكن يعاني منه. آلام أسفل الظهر الشديدة ممكن تمتد في المؤخرة وخلف الساقين وعضلات الفخذ إلى أن توصل بتنميل إلى الأسفل القدمين. هو عرق النسا أو العصب الوركي. تابعوني في وصفة نبوية بالطب النبوي الشريف عليه الصلاة والسلام بهذه الوصفة الفعالة التي عجز الأطباء عن فهم آلياتها. تابعونا في هذا الفيديو كي نفصل ما هو العصب الوركي ومشاكله وحله بالطريقة أو علاجه بالطريقة النبوية. أحبتي في كل مكان، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عرق النسا أو التهاب العصب الوركي أو عرق النسي، نسا وليس النساء، النسا من أنه بينسي كل شيء من شدة الألم. هو أطول عصب، أطول عصب وأضخم عصب موجود في جسم الكائنات الحية الفقرية. يخرج من بين الفقرات بشكل قائم ثم ينزل إلى المؤخرة ثم خلف عضلات الفخذ ثم عضلات الساقين إلى أن يغذي الأصابع في القدم. عندما يصير في التهاب بيحصل الألم في كل المسار تبعه، إما اليمين أو اليسار، ونادر ما يكون في الاثنين مع بعض. إيش المسببات؟ عديدة، منها التقدم في السن، خشونة المفاصل، زيادة في الوزن، وممكن الحامل يجيها، المهنة اللي أنت بتمتهنها، السائقين اللي بيجلسوا فترات طويلة وأيضا بكون سائق وسمين بيأثر عليه، السلوكيات اللي هو بيعملها خاطئة ممكن تؤدي إلى إنه حركة فجائية تؤدي إلى ما يسمى بروز أو هيرنيا أو فتق في هذا الغضروف. هنا الألم يختلف ما بين حرقان زي لسعات الكهرباء أو تنميل أو آلام شديدة تصيب المنطقة الخلفية من الرجل، بل ممكن تشل حركتك وتمنعك عن أنك تتنقل أو تمشي لا بصورة صحيحة أو حتى تتنقل بصورة كاملة. من الأمراض المسببة له اللي هو مرض السكري اللي بيعمل تلف في الأعصاب الطرفية، وهو يعتبر عصب طرفي، وأيضا بتعمل تلف في العظام. مرض السكري عندما يرتفع السكر عن الحد المسموح به وحتى مع العلاج والإنسولين ولا زال السكر مرتفع، بيبدأ يعمل التلف في الأعصاب الطرفية وبيؤدي إلى أيضا تلف في العظام وهشاشة في العظام. فهنا عندنا أكثر من مشكلة داخلية وخارجية، وهو أساسا من العلاج بنلجأ إلى العلاج الداخلي والعلاج الخارجي. هو عصب حسي حركي، يعني مزدوج التأثير في داخل الجسم، علشان هيك تأثيره بكون صعب جدا وسمي عرق النسا لأنه من شدة الآلام اللي هو بيحدثها. ماذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام لعلاج هذه الحالة؟ قال عليكم بآلية شاه عربية وليس آلية الذكر الفحل أو الخروف. الشاه العربية هي اللي بنسميها النعجة أو الأنثى الخراف، عائلة الخراف الأنثى فيها. هنا المفهوم الخاطئ، الناس بتروح بتاخد اللية كاملة وبتروح بتسيحها. هو تقسم عبارة عن ذنب العصعص، الذنب تبع اللية والدهن اللي حواليها. حتى لو الشاه ليتها صغيرة بيكون أفضل، إحنا بناخد بس ذنب العصعص واللية والدهون اللي عليه وليس الدهون الكثيرة. تقسم إلى ثلاث أجزاء، بنسليها أو بنسيحها ثم تشرب. أنا بالنسبة إلي أفضل بعد ما تسيحها تأخذ معلقة صغيرة من حبة البركة تطحنها وتضيفها إلها، أيضا هذه مساعدة في عملية الشفاء. يوم يومين ثلاثة، يعني على ثلاث دفعات
تشرب هذه أو بإمكانك تشربهن يوم بعد يوم. العصعص مع الدهن تبعه، الذيل تبع الشاه، العربية هو اللي فيه الشفاء بإذنه بإذن الله تعالى كما فعل المصطفى عليه الصلاة والسلام. هذا الموضوع أحار العلماء فراحوا يبحثوا إيش في داخل هذه المادة، وجدوا أن الشاه العربية كانت ترعى على عشبتي القيسوم والشيح، فحللوا محتوياتها وجدوا المواد الفعالة اللي في القيسوم والشيح موجود في دهن هذه اللية أو الآلية تبعتها. فعشان هيك بنقدر نشرب كمان مقادير متساوية من الشيح ومن القيسوم، عشبتي الشيح والقيسوم، هنعمل حلقات منفصلة عن الشيح وعن القيسوم وفوائدهم الجمة لكثير من الأمراض المتعلقة بالأعصاب وبالعظام. مقادير متساوية منهم، بناخد معلقة منها بنغليها وبنشربها، هذه برضو معززة لشرب المغلي أو المسلي تبع الشاه العربية. ثانيا برضو هذا العلاج الداخلي، ثانيا بإمكاننا نأخذ معلقة كركم صغيرة نغليها مع الحليب وقليل من القرفة، ربع معلقة من القرفة المطحونة، ونشربها صباحا ونشرب مثلها مساء. أيضا هذا الكركم فيه الكركمين اللي فيه مضاد لكل الالتهابات اللي في الجسم وبما فيها للأعصاب. القرفة بتعزز الدورة الدموية وسيران الدم إلى أن يوصل لكل المناطق اللي احنا حكيناها هذه. طيب كمان بإمكاني أعمل هذا كله علاج داخلي. العلاج الخارجي اني انا بعمل تدليك بعدة طرق. رقم واحد اني انا لازم احط قربة سخنة او شيء سخن، بمعنى اني بامكاني انا كثير من الوصفات حكيت فيها انه انت تغلي الزنجبيل في داخل كيس قماشي وتبلل بشكير قطني وبهذه الماء مغلي الزنجبيل لمدة 10 دقائق، ثم تعصره وتحطه ككمادة ساخنة على منطقة الآلام إن كانت في الظهر أو في الأقدام أو في الساقين أو في الفخذ، وتحط عليها بحيث إنه الوضع الأساسي إنه مدال مصدر الألم بيطلع من عند أسفل الظهر من الفقرات القطنية. لذلك إنه إحنا بنحط القربة السخنة أو البشكير اللي موضوع فيه الزنجبيل المغلي أيضا بيساعد في عملية الشفاء وتنشيط الدورة الدموية في هذه المنطقة. بعد هيك قلنا إنه بإمكاننا ندلكها بزيت السمسم اللي موضوع معاه حبة البركة بيفيد جدا، أو بزيت الزيتون اللي موضوع مع حبة البركة أو بزيت حبة البركة. كل هذه الزيوت مفيدة جدا، بإمكاني لتسكين الآلام إن كان شديدة أضيف إلها زيت الكافور، وأيضا بإمكاني أستخدم زيت الخردل كخليط مع أحد هذه الزيوت أو لوحده، لأنه أيضا ذو تأثير إيجابي في تنشيط الدورة الدموية وفي تسكين الآلام. يعني عندي أكثر من زيت بيستخدم في هذا الاتجاه، وبإمكاننا أنه إحنا الخلطة النموذجية اللي إحنا نستخدمها اللي هي زيت السمسم مع الزنجبيل مع حبة البركة، وبإمكاننا أنه ندهن فيها المنطقة مع تدليك خفيف دائري، وبإمكاننا نأخذ زيت السمسم مع الزنجبيل المبشور ومعصور عليه ليمون، نأخذها في معلقة صباحا ومعلقة مساء، أيضا تعتبر شافية. من الأغذية المفيدة كمان قطين التين اللي منقوع في الماء ومضاف له حبة البركة وقليل من الزنجبيل كأغذية مضادة للالتهابات. هذا ما وددت أقوله، هذا اتباع نهج المصطفى عليه الصلاة والسلام في علاج مثل هذه الحالات، ألا وهي آلية الشاه العربية المسلية أو المحمصة، وأخذ زيتها على 3 دفعات، يعني تقسيمها 3 قطع، وأخذها وإمكاننا نشرب اللي هو مغلي القيسوم مع الشيح. تقبلوا تحياتي مع فريق العمل، متمنين لكم الشفاء من كل داء. اشتركوا في القناة، انشروا ما يصلكم من علم، فعلوا الجرس كي يصلكم كل جديد. تقبلوا تحيات الدكتور رمضان شمية وفريق العمل المصاحب لهم.